شنو هاي؟ ولا شنو هاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوك بشو شاء الله زين اليوم ايفر جاب لكم مقطع جديد حبايبي. اليوم مقطعنا حيكون ممتع حيكون ممتع حلو بسيط مرتب على مود نازل جديد بالتحديث الجديد نازل ان شاء الله. راح نجربه اليوم سوا، راح تونسنا كلش وشفنا اشياء كلش غريبة وكلش جديدة. فمواصيكم باللايك، تمام؟ اهم شيء اللايك، خلينا نوصل المقطع 100,000 لايك. واحد يشوف المقطع يسوي لايك، واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين شباب. وبقى شيء على المليون مشترك يا جيش الفرعون، عليكم تشدوا لها رقع اشتراك وتروح تشترك بالقناة من كل مكان هل تقدرون حبايب. والانستغرام مالتي همين لا تنسون تضيفون عليه، موجودين ناطق وجواب الوصف. بس خليكم بالمقطع. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول جيم لي بالتحديث الجديد، مو اول جيم لي طبعا. اليوم قلنا مقطعنا يكون خفيف وحلو وممتع وكذا. فشفت ديجراي منزل على البايلود مود الطيارة وما لعبت انا صراحة، فقلت خلينا ننزل عليها. الله بسم الله بسم. فقلنا ننزل عليها مقطع شباب ونجربه كل اثنين. صراحة تعبت يومية مقلب مقطع مدري شنو يتعب وكذا. فكرة حلوة ان اليوم شوية نهدي نلعب على كيفنا باللعب، عرفت شلون؟ حتى وراها نحضر لكم اشياء قوية. طبعا حبايبي مثل ما تعرفون الكلمة دائما نحكيها، الحساسية والاعدادات جدا مختلفة. فخلنا نشوف الطيارة. اكو عرب بالطيارة؟ اي اكو. البي خير ينزل حاويات ربي اجلدك. اوكي كلها بواتي. طبعا انصدمت بالاشياء التغييرات، يعني بهذا التحديث حتصير رهيبة. طبعا احتمال ينزل باكر اتوقع، بس راح يصير الشغل لوز. طبعا شباب حتى ما زعل من عندكم صراحة، حتى ما نزعل اثنيناتنا. الانستغرام مالتي ضيفونا عليه، هذا الانستغرام مالتي حيطلع هنانه زين. يعني لازم شباب لازم. احتمال اترك باليوتيوب، احتمال اخذ فترة راحة من التعب صراحة. فوين تلقوني؟ دايح بالانستغرام. هسه نبدي نكتشف الاشياء الجديدة. هذا الشيء قديم متعودين عليه، هذا ايضا قديم. احنا اليوم ما نريد نشيل اسلحه، هسه لحد الان ماكو شيء جديده، نريد اشياء جديده شباب. ما ادري اذا اكو اسلحه جديده لو لا. شباب الحساسيه والتحكم جدا صعب، اوف الحساسيه، تحكم جدا. شوف هاي دافر بالماوس، انا صار لي ساعه، لازم افر عليك كيفي. يلا يبدي فر بالماوس، ماكو شيء مذله. شنو هاي؟ اول مره اشوف السياره انا باللعبه كلها. هاي يما وقف. شوف الداسية، ها تعال احرق امك، تعال وقف عفي. اوه شلون اطلع من السيارة؟ اهو زين، عاجبنا اروح لهاي المنطقة كيفي شباب. والله اكو اشياء كلش غريبة عجيبة متغيرة جديدة غريبة مريبة رهيبة تعيبة. اشتركوا بالقناة هيبة. بعجيب شلون صايرة. انا مالي دخل، انا هاي سيارة هامتني، بس هاي جديدة. هاي يعني الجيب هي موجودة، اوكي حتى لو مغيرين بيها ضايفين بيها اسلحة، الجيب موجودة بالماب، عرفت شلون؟ هاي السيارة هلا بالطيارة، هلا. هلا. توقع عاش الطيارة نفسها، هيك ماكو اي تغيير بالطيارة، ماكو تغيير اي شيء. زين اريد اروح هذيك المنطقة سيفرني. كيفي انا عاجبني اروح السيفرني بكيفي. شرفكم ما حركات مال واحد استوقع منه. شوف التغييرات الرهيبة شباب. شباب ما تعرف ردة فعل، استوني قاعد من النوم. اوكي اوكي حتى ضحكت كذب. ها ها شنو هاي؟ ثواني هاي متى نصعد؟ مو؟ هاي الطيارة اهو انه بجاني بوت حيذني مذله طبعا. يلا يلا وقف نرجع للوبي. يلا بشنو لاتشه؟ هاي بشنو لازقه؟ طلعت انا ما اعرف اسوق. واو زين هاي ترمي، بس خلينا نحاول. لازم واحد وياك ويرمي. شوفوا وين صرنا ما اعرف.
اوه شوفوا هاي جديدة ضايفيها هنا بسيفرني. شنو هاي؟ خلينا نستكشفها. ثواني ثواني شباب، اكو اشياء جديدة. باع البوت هسه. هذا لاعب مو بوت. هذا لاعب مو بوت شباب. هي تحت النازل ملابس سنة جديد. اي لاعب لاعب ورب اللاعب. لاعب مصري هذا، شباب اول مره اشوف لاعب بالبيتة. فرحان اول مره اشوف لاعب بالبيتة. يا اخي مطشة. عندنا ويلك الله هناني. الله الله شوف الاحتراف وين. طبعا هذا دائما يقول اكو بوت حيوان يحب يتعبك. طبعا المنتهين من انه سالفه البنج يصير ضعيف، بس ان شاء الله باكر نلعبها لوز. انا اقول لكم باكر نسوي فول تحشيش باكر. زين خلينا نكتشف، خلينا نستكشف شنو هاي الهنانه. هاي مراجيح بس ما تنصعد. اوكي لا جميله لذيذه. خلينا نروح للزون طيارتنا الجديده. اوه هاي البقيه مين شوفان بيها سلاح. اوه خلينا نروح نشوف دروب في تغيير جبيش جديد. هذا شنو فرق عن هذا شباب؟ هذا دروب، هذا شنو؟ أريد أروح على هذا. هذا شنو هذا؟ هذا جديد هذا تدرون؟ شباب بما أنه احنا بنوصل مقطع لايكات، خش في دراجون نوصل هذا المقطع 100,000 لايك. طبعا إن شاء الله حيصير لكم سلاسل كلش حلوة على هذا المود من ينزل بإذن الله. زائد لا تنسونا بالاشتراك همينا شباب، ما بقى شيء نطب المليون مشترك بإذن الله. اشتراكاتكم وتشكيلاتكم مواصيكم بويا. وهم شغلة بس طلب بسيط صغيروني، ضيفوني على الانستغرام. ضيفوني لا تسوي شباب. والله ما تشوفوني حماسي ويجي. هاي اول مره، مو اول مره، صار فتره كويسه اقعد متاخر يجي عصريه المغربيه، اليوم قاعد من الصبح من وقت. شوفني حماسي عندي طاقه كلش حلو. ادري حد يقول ان احنا شعلينا، بس يعني قصد احب اقول لكم والله شباب. يلا ابوي يلا الدروب صار لون اخضر. اوكي شنو هاي؟ بنايه هاي كامله. هاي بنايه كامله، اقسم بالله ما شايفه. اولا شنو هاي؟ لك عاش، شوف المنطقه يابا، لك عاش بعلوت، لك ويلي ويلي. بس حساسيه الادارات مو اداراتي. يلا ارجع للوبي. يلا ارجع للوبي. يلا ارجع للوبي. يلا ورب المنطقه. الله زين خلينا نشوف هذا الصندوق شنو بيه. اعتقد نفسه، ما اعتقد اكو شيء جديد. اوه هذا شنو؟ يو اي في كنترول تيرمينال. وات شنو هاي البدله؟ شنو هاي البدله الرهيبه؟ شنو هاي البدله الرهيبه؟ ورب اسطوريه الف، ورب رهيبه البدله. لا صندوق ثاني، اكو صندوق ثاني وهم بدله ثانيه. شباب تحدي دبل اوم. اليوم عندنا، اتذكر اكو سالفه بمنشن، اتذكر اكو هيجي، اتذكر صح ان رايحين برا الزون، بس مو مشكله خلينا نروح نشوف. يرحمني الله. اوكي اتذكر اكو سالفه هنا. راقب وياي. شوف البدله الفولاذيه عمي. احتاج اسوي شغله قبل ما اسوي الشغلونيه. شو اسمه؟ شلونكم؟ ثواني هسه انت تقول لي لو ايفرش ايش تسوي انت؟ هسه بس انا اقول لكم ايش اسوي، بس طول مجالك ليش هيك مستعجلين؟ استغفر الله، خلنا واحد يعصب قوه. شنو راح نسوي؟ راح نجي لهاي البنايه الجميله اللي عندنا هنا. زين راح تقول لي ايفرش ايش راح تسوي؟ طبعا دائما يقول لك اكو حيوانات يعارضون الاحتراف. نكمل موضوعنا. حتسالوني اعتقد ان انا اكو باب. وين هالباب؟ هاي الباب تجون بالجيم العادي مو موجوده، هنا أنا هاي الباب موجوده. شنو هاي؟ بوم. شو راح يطلع لنا؟ بوم. مرات يطلع لكم البدله الفولاذيه. اوه اوقفوا، هذا سلاح جديد. لهنا نقول احنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى تكونوا استمتعوا بالمقطع. ما اريد اكمل الجيم، ماكو داعي اكمل الجيم، باقي كل مباراة شفنا اللي نريد نشوفه. احبكم هواي، شكراكم اخوكم ايفر. لا تنسونا بالاشتراك شباب، ما بقى شيء على مليون مشترك تقريبا 30,000 اقل، فحبايبي مواصيكم بالاشتراك اكيد. زائد ضيفونا على الانستغرام اذا ما كنتوا ضايفين. هذا الانستغرام مالتي، هم من الاشياء المهمه
وخلوا لنا لايك اذا ما كنتوا خالين لايك، خلينا نشوف اذا نقدر نوصل هذا المقطع 100,000 لايك. حبكم هواي، جاكم اخوكم ايفر، مع السلامه. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.